معانا على التليفون زميلة من زميلاتك عايزة تعيد عليك انت ومحمد، معانا سارة حسام لاعبة يد النادي الأهلي الحالية. يا سارة أهلا بيكي معانا في الأهلي في رمضان، وكل سنة وأنت طيبة. وحضرتك طيب؟ ازي حضرتك؟ ايه الأخبار؟ الحمد لله كله تمام، سعداء أنا ونهاوند بوجود الكابل الجميل ده معانا. ربنا يخليك تسلم، واحنا يعني بجد سعداء. حبيبي يا سارة عاملة ايه؟ اللي ذاك ايه الاخبار؟ الحمد لله يا حبيبي، انت عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ منوره الشاشه. ايه يا حبيبي ربنا يخليك. اختفت بعد الاعتزال ولا على تواصل لسه مع بعض؟ لا لا على تواصل، احنا على طول مع بعض يعني، ده ما كانش في الملعب يبقى في الشغل. جميل جميل. يا ساره زميلتي في الشغل وكنا بنلعب سوا وكانت دفعتي في الكليه. ده جميل ده. فاحنا مع بعض. كنت حجم رضاكي عن قرارها بالاعتزال كان عامل ازاي؟ هما اتفاجئوا على فكرة. لا هو كان مفاجأة طبعا لينا، لأن هو كان في آخر الموسم كده فجأة لقينا مي بتقول لي إن هي هتعتزل، فاللي هو اتصدمت طبعا، لأن هي كانت بتلعب جنبي في المركز، فكان أحد الأعمدة بتاعت الفرقة بصراحة، فكان الموضوع بالنسبة لنا صدمة، بس طبعا كان هو قرار فعلا كان لازم يتاخد، لأن هي كان مستقبلها طبعا يعني، جالها الدورة بتاعت ألمانيا إنها تتمرن تتدرب هناك وتاخد دورة مش كتير بيقبلوا فيها. فحقيقة بصراحة على موقف ده ان هي اخدت قرار في وقت مناسب، وبس احنا طبعا في الموسم ده احنا فقدنا وينج ليفت يعني ما بيجيش كتير. حبيبي يا سيسو حبيبي. جميل. طب انت هتفكري برضو بنفس نمط التفكير ده في وقت من الاوقات، فكرة ان انت تعتزلي بس تكملي في نفس الدومين ده في نفس المجال ده من خلال تدريب او من خلال انتمائك لاي مؤسسة معنية بكرة اليد؟ والله انا دلوقتي فعلا اعتزلت الموسم اللي فات عشان كنت حامل، جبت جميله. الله ما شاء الله يا ام جميله ما شاء الله. ربنا يبارك لك فيها وتشوفيها احلى عروسه في الدنيا. يا رب امين. جميل. فلسه بقى يعني بفكر لسه اخد موضوع التدريب او اي مؤسسه ثانيه اتمرن فيها يعني، بس لسه طبعا يعني قلت اعدي السنه. مش دلوقتي جميله، مش هتسيبك تروحي اي حته اصلا. صحيح. الفتره دي انسي اللي بتفكري فيه. ربنا يبارك لك فيها يا رب ويخليها لك. ربنا يخليك. نشكرك على وجودك معانا يا ساره، نورتينا، وكل سنه وانت طيبه وجميله طيبه وابو جميله بخير يا رب. وابو جميله احنا معانا التالي برضو هيكون على التليفون. عمرو طبعا كابتن عمرو ممدوح لاعب الاهلي برضو لكره الماء السابق، وطبعا زوج ساره وزميل مي في اداره السياحه اللي كنا لسه بنتكلم عنها دلوقتي. يعني في البدايه خليني اقول لك كابتن مساء الخير وكل سنه وانت بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين جميعا، ومن خلال البرنامج الجميل بتاعكم ده بنهني كل العاملين في القناة برمضان ان شاء الله. خليني اروح معاك. اتفضل. على مي وعلى محمد. طبعا طبعا حبيبي يا عم. ومي مش عايزة تاكل، نطلب لها البوفيه تاكل او حاجة. عمرو يعني خليني اروح معاك لملف مهم جدا وكنا لسه بنتكلم فيه مع مي، فكره هنا السياحه الرياضيه والتنسيق اللي بيتم طبعا مع الجهات المختلفه، وازاي الملف ده ممكن يبقى ليه مكاسب كبيره جدا على صعيد الرياضه وعلى صعيد السياحه، فخلينا نروح معاك بدايه بالنقطه دي. والله خليني اقول لك ان الرياضه دلوقتي رايحه في المنطقه ديت او في المجال ده بصفه كبيره، واحنا بيساعدنا على كده ان احنا اغلب البطولات دلوقتي بتنظم في مصر، اغلب بالزبط. الاحداث الرياضيه مصر ليها مكانه فيها ومجال فيها، ومن خلال الوزاره ومي ماسكه ملف الترويج السياحي، وده ملف كبير جدا بيساعد هيئات كتيره جدا ان يبقى في تواصل ويبقى في نجاح لاي بطوله بتقام في مصر من خلال الاداره بتاعه مي. هايل. انا عندي بقى سؤال بعيد شويه عن الجد، يعني خلينا نروح ونرجع تاني لقصه ساره وفكره هنا جوازكم، وفكره كمان الارتباط بين يعني اتنين لعيبه او اتنين ابطال في رياضات حتى وان كانت رياضات مختلفه، ازاي ده بيكون شيء ايجابي الى حد كبير يا عمرو؟ لا هي مش رياضات مختلفه، هو احنا الاتنين بنلعب كل نفس اللعبة ولكن دي في الأرض ودي في المية. ماشي ما اختلفناش فعلا. هو نفس الرياضة بس في الآخر يعني أنا بقعد أتكلم معاه إن أنا لو نزلت وقفت في الجون أنا هصد أكيد. علشان أنا كنت جون، فإذا كان منها أو من مي فأنا أكيد هصد منهم يعني. لا يا عم مش هيحصل. الكلام ده مظبوط. يا سيدي على الثقة يا سيدي على الثقة.
حلو جدا. طيب السؤال برضو عايزه اروح معاك فيه، لان احنا بنتكلم شويه بقى على شق الانساني مع برضو ضيوفنا. فكره هنا ان ساره بطله برضو كانت، وفكره برضو التوفيق ما بين ان هي زوجه وهي ام وهي كانت لاعبه، ازاي ده برضو بتقدروا ان انتوا توفقوا يعني توفقوا ما بينكم او تنسقوه برضو يا كابتن عمرو؟ بصي، حياه الرياضي دايما وطريقه تفكيره مختلفه عن اي حد تاني، بمعنى ان الرياضي دايما عنده مواعيد محدده وتنظيم الوقت عنده صح. بيبقى بصفه اكبر وبصفه يعني بيلتزم بمواعيده، اذا كان عنده وقت للشغل، وقت للتمرين، وقت للبيت. فالرياضي الموضوع ده ما بيقرقهوش في حاجه، ان هو ينظم ما بين مواعيده كلها ويدي كل حاجه حقها في وقتها. حلو. هو انا برضو انا عايز اقول لمحمد وعايزين نبقى معاه كده ان شاء الله، الزمالك محتاجينه ان شاء الله يكمل بقى على بطوله الدوري ونشوفه في افريقيا ان شاء الله مكمل. لا رد انت بقى. يعني رد انت بقى، انا مش حاضر ارد على النقطه دي. حبيبي يا عمرو، ده هيبقى صعب الكلام فيه. نشكرك جدا عمرو وساره، شكرا لكم على هذه المداخله، كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه.